السمسمية ايه يا لالي، عايزين شوية اه يا لالي، حاجة من اللي هي اه يا لالي، حبة حمصية على فولية على سمسمية. السمسمية يا محلاها يا ناس، ياهو يا ناس، ياهو يا محلاها ويا محلاها ويا محلاها. ويلا بينا نشوف أجمل سمسمية اتعملت ازاي. هتجيبي شوية سكر وشوية مية وتكرمليهم على النار، صح. ويلا بينا نجيب شوية سمسمية من عند العطار اللي جنب البيت في الحردية. وبعد كده هتجيبي السمسم وتحمصيه ونشوف السكر وتقلبيه. ويلا بينا هنحط السمسمية على ايه؟ على الكراميل، واحدة واحدة بالراحة علشان الدنيا سخنة معاكي، وايه وتخلي بالك كويس جدا جدا، تمام؟ واحدة واحدة وهتشوفي السمسم بيشرب من السكر الكراميل، تمام؟ زي ما انت شايف كده، وتقلبي بالراحة فوق وتحت وتحت وفوق، وتقلبي بالراحة لحد ما تحسي ان السكر تمام والسمسم شرب السكر، تمام؟ وتمام التمام. هتبدأي تجيبي مقاس الصينية المتاحة عندك وتنزلي بالكمية اللي انت عملتيها. طبعا الصينية مدهونة زيت حبة صغيرين جدا علشان يبقى سهل عليكي ان انت تطلعيه معاكي اللي هو السمسم، وكمان علشان ما يلزقش في الصينية، تمام؟ وبعد كده هتجيبي السكينة او المقطع اللي انت هتقطعي بيه، لازم يكون مدهون زيت، تمام؟ وهي سخنة هتبدأي ان انت ايه تشكليها بالشكل اللي انت تحبيه، تمام؟ سواء طول سواء مربعات سواء اللي متاح معاكي اعمليه، وسيبيها لما تهدى خالص، وبعد كده ابداي قدميها في الاطباق، تمام؟ اظن مفيش اسهل من كده. سمسميه فوليه سودانيه حمصيه، كلهم مقدار واحد وكلهم طريقه واحده. اهم حاجه خلي بالك واحده واحده، امشي بالراحه في الخطوات علشان خاطر ما يحصلش اي حاجه وما يكونش جنبك اطفال، اعمليها لوحدك في المطبخ، تمام؟ امتى يساعدوكي؟ لما الدنيا تهدى خالص قولي لها بنتك حبيبتك او ابنك حبيبك الصغير، تعالى رص دول في الطبق كنوع من انواع المشاركه في يوم زي ده، تمام؟ صليتوا على النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر سيدنا ويفهم لغاته. صلوا على النبي ويزيدوا ايه؟ ويزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر سيدنا ويفهم لغاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصراحة من أجمل الأيام اللي الأمة كلها بتفرح بيه، والله العظيم. وبالنسبة لنا عيد ولا كل الأعياد، حبيبنا ورسولنا سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا كمان عملنا النوع التاني الحمصية. قلتي ايه يا سومية؟ الحمصية، ايه الجمال ده كله بشوية سكر وشوية مية؟ نفس اللي عملناه في السمسمية عملناه في الحمصية، تمام؟ ونفس الكلام تقطعيها وهي سخنة. بصوا الجمال، مش هتاخد منك اي وقت خالص، تمام؟ زي ما انت شايفة كده تقدري تقدميها وانت فرحانة لأحبابك لجيرانك لأصحابك في الشغل لقرايبك، تمام؟ من أجمل اللحظات حين يناديك النبي صلى الله عليه وسلم باسمك فتسأله كيف عرفت اسمي، فيخبرك أن صلاتك علي كانت تصلني. صلوا عليه وسلموا تسليما. ولد يتيما عاش كريما مات عظيما، هو سيد الخلق سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما.
كان الرسول أثقل الناس هما لكنه كان أكثرهم تبسما. صلوا عليه وابتسموا، وكل سنة وانتم بألف خير.